اخواتنا بتوع انجلترا برضو محيرين قوي، مش بس بيعلنوا او هيعلنوا عن الجدول بتاع الدوري كامل، لا هما كمان بيعلنوا عن اليوم اللي هيعلنوا فيه الجدول. فقال لك تقرر ان يكون الاعلان عن الموسم اللي جاي يوم الخميس الساعة 10 الصبح، ده بتوقيتنا هنا في مصر. المسابقة المفروض مسابقة الدوري الإنجليزي هتبتدي بسم الله الرحمن الرحيم 12 سبتمبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 23 مايو وما بينهما بقى، بس خلاص دي البداية ودي النهاية. بحلم في يوم من الأيام نتخطى كل العقبات اللي ليها علاقة بالتوقفات بالاتحاد الإفريقي، بالتوقفات بالماتشات، بالمش عارفة إيه، بالحاجات اللي هي شبه كده، بأجندة إفريقية واضحة وبأجندة مصرية واضحة. أتمنى في يوم من الأيام، بحلم بيوم من الأيام اعرف فيه الدوري المصري هيبتدي امتى ويخلص امتى. وارد يحصل ظروف ليها علاقه بكورونا اخرتنا عطلتنا، برضو هم كمان الناس دي عندها كورونا وعندها حاجات كده برضو زي برضو اللي بيحصل عندها، يمكن كمان كان اكتر. هيتم تقليص مده الموسم الجديد في الدوري الانجليزي بسبب امتداد الموسم اللي فات ده اللي احنا فيه المفروض لحد شهر يوليو بسبب كورونا. مقرر انه يتم منح الفرق اللي شاركت في البطولات الاوروبيه بدايه متاخره شويه عن باقي الفرق، زي اليونايتد اللي وصل لربع نهائي، وصل لنصف النهائي والسيتي.